بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع، لإسرائيل مصلحة في التوصل إلى اتفاق مع السعودية، لكن هل يستحق الثمن؟ تكتب إسرائيل هيوم. التحالف يحسم المعركة بين قسد والعشائر في ريف دير الزور، نقرأ في الأخبار اللبنانية. مع الانسحاب من النيجر خلال أشهر، ماذا يتبقى للقوات الفرنسية في القارة الأفريقية؟ مقال في لو فيغارو. بين كاراباخ وكوسوفو، التوتر يعود مجددا إلى جنوب القوقاز، فأي دور يؤديه الغرب الأطلسي لتسعير الجبهات في مواجهة الروس في الحدث هذا اليوم؟ النزوح السوري في لبنان، ملاحظات ومفارقات، نقرأ في الميادين نت. وضيفتنا اليوم لانا بيدفان، الباحثة في العلاقات الدولية في مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ جولتنا من إسرائيل هيوم التي تكتب: التطبيع بضمانة محدودة، لإسرائيل مصلحة جلية في التوصل إلى اتفاق، لكن هل يستحق الثمن؟ التوصل إلى اتفاق مع السعودية سيكون موضع ترحيب، كما أن المكاسب التي ستحصل عليها إسرائيل بسببه ستكون هائلة، لكن النشوة المحيطة باتفاق كهذا يجب ألا تعتم على المخاطر الكامنة فيه. المطلب السعودي هو برنامج نووي للأغراض المدنية على أن يجري التخصيب الكامل ضمن حدودها، وهذا سيسمح لها بالانتقال بسهولة إلى تخصيب عسكري. لإسرائيل مصلحة واضحة في إنتاج جبهة مع السعودية، لكن النافذة النووية إذا فتحت الآن فيمكن أن تطلق سباقا نوويا خطيرا. صحيح أن المنطقة غير مستقرة، لكن هل يفيد إسرائيل استبدال عدم استقرار تقليدي بآخر غير تقليدي؟ لذا فالحل ليس التخصيب في السعودية، بل بمنع إيران من التخصيب. عن الميدان السوري يكتب أيهم مرعي في الأخبار اللبنانية: التحالف يرجح كفة قسد، حسم سريع منعا لتوسع الهبة العشائرية. استعادت قسد السيطرة على بلدتي ذيبان والطيانة في ريف دير الزور الشرقي بعد ساعات من تمكن مقاتلي جيش العشائر من دخول البلدتين والسيطرة على أجزاء واسعة منهما، ونفذت مسيرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي عدة غارات في بلدة ذيبان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين. يبدو أن قسد استعجلت الحسم في التعامل مع خروق مقاتلي العشائر بهدف منع أي تمدد للمعارك باتجاه باقي قرى الريف الشرقي، ولا سيما في قرى الشعيطات التي شارك أبناؤها بشكل لافت الهجوم الأخير، منعا لتكرار سيناريو الهبة العشائرية السابقة التي سيطرت خلالها العشائر على كامل الريف الشرقي. نجدد الترحيب بضيفتنا لانا بيدفان، الباحثة في العلاقات الدولية في مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو. أهلا ومرحبا بك. انطلاقا مما جاء في إسرائيل هيوم، هل ستمضي إسرائيل في مسار التطبيع مع السعودية حتى لو كان ذلك مقابل إعطاء الرياض برنامجا نوويا؟ هذا التطبيع يختلف عن التطبيعات السابقة التي أجرت وقامت بها إسرائيل، وخاصة أن منذ عام 1948 تعيش إسرائيل في عزلة إقليمية كبيرة، بالتالي اليوم عملية التطبيعات مع الدول العربية ساهمت نوعا ما في خروج إسرائيل من العزلة الإقليمية، وأيضا زيادة في التجارة والاقتصاد وأيضا العلاقات السياسية والدبلوماسية والضغوط على عدة ملفات كبيرة، سواء كانت على الصعيد الإقليمي وحتى على الصعيد الدولي. ولكن لماذا يختلف التطبيع الإسرائيلي السعودي عن بقية التطبيعات التي أجريت سابقا؟ أولا، لأن السعودية هي مركز الدول الإقليمية وذات ثقل مهم بالنسبة للصبغة الجغرافية واللوجستية والاستراتيجية في تلك المنطقة، وعلى الخصوص يعني في الشرق الأوسط، وأيضا أن السعودية هي أحد الطرق الرئيسية لطرق الحرير والطرق التجارية التي تنوي الهند
الهند وأيضا الصين يعني القيام بها. بالتالي اليوم إسرائيل تتشبث بهذا التطبيع لتنال حصة كبيرة، وهذا ما تحدث به نتنياهو على أن بحال كان هناك تطبيع سعودي إسرائيلي سيكون هناك خط تجاري تستفيد منه إسرائيل عوضا عن الخط النيل الذي الآن تستفيد منه مصر. بالتالي هناك مطامع اقتصادية كبيرة، مطامع تجارية، وأيضا ناهيك عن نقطة هامة جدا هي الضغط على مثلا الملفات متعددة فيما يتعلق بالملف الإيراني وزعزعة استقرار التطبيع السعودي الإيراني. ولكن أعتقد بأن السعودية قد ردت على مطلب التطبيع ومطالب عديدة ومطالب ذات نقاط جوهرية ومهمة جدا، ومن أهمها أولا أن يكون لدى البعض يعني يكون للفلسطينيين بعض الحقوق التي إلى حد هذه اللحظة لا تعطيها إسرائيل رغم كل الوعود الدولية. وثانيا النقطة المهمة جدا أن يكون لدى أيضا السعودية إمكانية نووية تستخدمها في أغراض طبيعية، وهذا ليس فقط للضغط على إيران إنما أيضا للضغط على إسرائيل، لأن بوجوب المنطقة اليوم أصبحت إسرائيل وإيران دول ذات طابع نووية. وبحال كان هناك أيضا تطبيع مع الجانب الإسرائيلي سيكون هناك ضغوط متزايدة على الجانب السعودي. بالتالي بحال أحرزت السعودية وامتلكت الملف النووي سيكون هناك يعني ربما موازنة وتعادل في التوازن القوى السياسية والعسكرية في المنطقة. إلى القدس العربي وفيها مأساة السودان العظيمة والمخرج منها. المأساة السودانية تتفاقم إذ تفيد الأمم المتحدة بأن عدد القتلى زاد عن 5000 في التقدير الأدنى، كما أصدرت مفوضية اللاجئين تقريرا يفيد بأن السودان قبل اندلاع النزاع كان لديه أكثر من 3,700,000 شخص من النازحين داخليا، وقد بات منقسما جغرافيا وأخذ يتحول إلى ساحة جديدة من ساحات الصراعات الإقليمية والدولية، شأنه في ذلك شأن ليبيا المجاورة. وبعد، إلى أين يسير السودان؟ لقد دخل في نزاع له مقومات الإطالة كافة، أما المخرج من هذه المأساة فيصعب تصوره اليوم، إذ لم يعد ممكنا تعايش الفريقين في إطار الدولة الواحدة مطلقا. ماذا عن الحل الفيدرالي الذي دعا إليه دجلو؟ إن مثل هذا الحل يعني تصعيد حرب الإبادة والتطهير العرقي، فالحقيقة أنه لم يعد من سبيل إلى وقف غرق السودان في أتون الحرب الأهلية سوى تدخل قوات برعاية الأمم المتحدة. ونبقى في القارة السمراء حيث تكتب لو فيغارو عن القواعد الفرنسية في القارة. بعد الانسحاب المرتقب من النيجر، ما هي المناطق المتبقية للقوات الفرنسية في أفريقيا؟ إعلان الرئيس الفرنسي سحب القوات الفرنسية من النيجر مع نهاية العام يشكل نهاية الوجود الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي. فالقوات تم نشرها منذ عام 2013 كجزء من عملية سيرفال ثم برخان عام 2014 بناء على طلب دول الساحل نفسها لمواجهة المسلحين المتشددين. وفي ذروة عملية برخان كان لدى فرنسا نحو 5,100 جندي مسؤولين عن احتواء التهديد الإرهابي في منطقة شاسعة. أما القواعد الفرنسية المتبقية في أفريقيا فهي تنتشر في السنغال وتشاد وساحل العاج والغابون وجيبوتي. من جديد إليك أستاذة لانا، مع انسحاب فرنسا من منطقة الساحل الأفريقي، أي القوى الدولية قادرة على أن تحل محلها ولو بصورة مغايرة؟ لا يمكن أن نتحدث عن انسحاب سلمي فرنسي. هناك حكمة صينية دائما ما تقول على أن يجب التحلي بالحكمة بحيال انسحاب العدو بشكل طوعي وبشكل سلمي، وهذا المثال والحكمة هي في الجانب السياسي والدبلوماسي. فكيف يمكن أن نؤمن بأن فرنسا يمكن أن تنسحب بهذه السهولة في ظل وخضم الاستفادة الاقتصادية وأيضا المعدنية والمواد البطنية التي كانت تجنيها من الجانب الأفريقي، وذلك بفتات العملات الفرنسية والعملات الأفريقية. كنا نشاهد دائما على أن الجانب الأفريقي على صعيد المثال نيجر لا تستفيد أي من الإمكانيات الفرنسية التي تتواجد ضمن أراضيها، وكانت تصنف على أفقر دولة أفريقية وفي القارة الأفريقية على الرغم من كل الثروات الباطنية التي تمتلكها، ولكن كلها كانت جاذب فرنسي واستثمار فرنسي بالمطلق. بالتالي أعتقد بأن هذا الانسحاب الفرنسي
سيولد مشكلات كبيرة في القارة الأفريقية، وأيضا سيخلق هناك يعني فرق متطرفة، تنظيمات متطرفة، وخاصة فيما يتعلق بالنيجر، لاستكمال فرنسا للثروات تلك المواد واستخراجها في ظل وجود يعني وتفاقمات للتنظيمات الإرهابية والاقتتال المستعر والمتجدد. فبالتالي الانسحاب الفرنسي لن يكون بهذه السهولة، وسيسفر عنه عدد كبير من الإشكاليات الإقليمية في القارة الأفريقية، وأيضا خروج وانبعاث تنظيمات جديدة متطرفة وإرهابية في تلك المنطقة. ولكن بالمقابل سيكون هناك أيضا الدخول بشكل غير مباشر للجانب الروسي، للجانب الصيني فيما يتعلق بالاقتصاد، الجانب الروسي فيما يتعلق بالتواجد العسكري، وخاصة في ظل وجود وعود روسية للزعماء الإفريقيين بحمايتهم على الصعيد العسكري وعلى الصعيد المواد والأمن الغذائي. ولكن هذه المرحلة بالتأكيد ستشهد يعني أزمة صعبة بالنسبة للقارة الإفريقية، فبالتالي الانسحاب الفرنسي لن يولد أي تفاؤل وأمل بالنسبة للقارة السمراء. على العالم كله أن يقرأ وثيقة الصين البيضاء، عنوان افتتاحية جلوبال تايمز الصينية. في أيلول سبتمبر الماضي أصدرت الصين وثيقتها البيضاء التي حملت عنوان مجتمع عالمي ومستقبل مشترك، حيث قدمت الصين القاعدة النظرية والتطبيقية لخريطة طريق لمستقبل أفضل للعالم. فالمجتمع البشري يواجه الآن خيار الحياة أو الموت، إما الدخول في دوامة من العنف والمواجهات أو اختيار طريق الربح الجماعي. ويضيف المقال: نوصي بشدة من يهتمون بمصير الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم بقراءة الورقة. كما ندعو الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة إلى وضع التحيزات والأنانية جانبا وفتح رؤاها. من جديد إليك أستاذة لانا، يعني العالم اليوم أقرب من أي وقت مضى لتعددية الأقطاب، هل من مكان فعلي وحقيقي لوثيقة بيضاء كهذه؟ بالتأكيد، وخاصة أن هذه الوثيقة هي خرجت من الصين، الصين التي دائما ما تعامل الدول سواء كانت الدول الآسيوية الأفريقية حتى الدول الأوروبية باحترام متبادل، وبغض النظر عن ثقل تلك الدولة سواء كانت في حالة حرب، في حالة انهيار اقتصادي، أو كانت دولة من الدول العظمى في الاقتصاد ولا حتى في العسكرة وأيضا السياسة. بالتالي اليوم الجانب الصيني يسعى إلى عملية تعددية قطبية مبنية على مبدأ العدالة والاحترام المتبادل، وأيضا مبنية على الوثوق والتعهدات الكبيرة التي يمكن أن تجري بين جميع الدول العالم دون أن يكون هناك أي احتكار للاقتصاد أو حتى عقوبات ظالمة ضد أي دولة بحال لم يكن النظام السياسي يعجب بقية الدول، وأيضا أن يكون هناك يعني مزيدا من التبادلات والتعاونات في شتى المجال، وهذا يسهم في تخفيف وتر وانخفاض الحروب وأيضا الأزمات السياسية وأيضا الأزمات الدبلوماسية. بالتالي اليوم في خضم الصراعات الدولية لدى الصين وجهة نظر بأن الآن يجب أن يكون هناك تعددية قطبية مبنية على مبادئ جديدة، مبادئ تخالف المبادئ التي كانت في السابق والتي إلى حد هذه اللحظة تجري، على الرغم من أن العالم كان أحاد القطب، لم تحل أي من المشكلات الإقليمية ولا حتى المشكلات الدولية بدءا من القضية الفلسطينية وأيضا المشاكل فيما يتعلق بالقارة الآسيوية، المشاكل الأفريقية وحتى المشاكل الأوروبية، وأيضا في ظل الصراع الروسي الأوكراني. بالتالي لدى الصين اليوم رأي آخر بأن يجب أن يكون هناك تعددية قطبية، يعني مبدئيا أن تكون على احترام سيادة الدول وأيضا على احترام حقوق وشعوب تلك الدول. وبالتالي هذه الوثيقة رغم كل المبادئ إلا أن هناك تأييد كبير، وخاصة فيما يتعلق بالدول التي تعاني من العقوبات على هذه الوثيقة، لعل أن يكون هناك يوما فعليا تعددية قطبية وتطبق هذه الوثيقة في احترام ومعاناة جميع الشعوب العالم. مشاهدينا، بين كاراباخ وكوسوفو التوتر يعود مجددا إلى جنوب القوقاز، فأي دور يؤديه الغرب الأطلسي لتسعير الجبهات في مواجهة الروس؟ نناقش في الحدث هذا اليوم. وقبل مناقشة الحدث هذا اليوم تطلعنا زميلتنا فرح عمر على بعض أبرز عناوين الصحف الروسية. مرحبا فرح، تفضلي. صباح الخير لك آلاء، ونبدأ جولتنا من ريا نوفوستي، وفيها رئيسي وبوتين يبحثان الوضع حول ناغورنو كاراباخ، بلينكين وعلييف بحثا الوضع في كاراباخ.
أما صحيفة كومسومولوسكايا فعنونت القاذفة CY-34 ستزيد الضغط على أوكرانيا شتاء. ونقرأ في عنوان لصحيفة موسكوفسكي كومسومولتس روسيا أكثر مسيحية من أوكرانيا. المقال اخترناه من ريا نوفوستي وفيه الحق في الكارثة، روسيا مدينة لأرمينيا. خسرت أرمينيا كارباخ قيادتها وبعض مواطنيها يلقي اللوم على روسيا. المتظاهرون يهتفون ورئيس الوزراء باشينيان يخير مواطنيه إما أن يكونوا شركاء في حركة الاستقلال أو فناء خلفيا خاضعا. من الذي وضع أرمينيا أمام هذا الاختيار؟ باشينيان لا يتحدث بشكل مباشر، لكن الجميع يفهم أنه يقصد روسيا ويقنعهم الغرب بذلك أيضا. يقول الرئيس الفرنسي أن روسيا تدعم أذربيجان فيما تقف بلاده إلى جانب أرمينيا، ويصل المزيد من الوفود الأمريكية، وكل ذلك من أجل الدفاع عن استقلال الدولة الصغيرة الواقعة في القوقاز. يجب الاعتراف بحقائق بسيطة للغاية، أرمينيا هي مكان الإقامة الرئيسي للشعب الأرمني ودولة مستقلة، ولا ترغب روسيا في جعل أرمينيا مقاطعة لها ما لم يطالب الأرمن المحليون أنفسهم بذلك، كما ولن تتركها للأتراك. وبمجرد أن يعرف غالبية مواطني جمهورية أرمينيا ذلك، ستبدأ الحياة في هذا البلد الواقع في القوقاز بالتحسن. نهاية الصحف، عودة إليك آلاء. كل الشكر للزميلة فرح عمر، ومن جديد إلى ضيفتنا لانا بادفان. إذا بداية، هل نحن أمام إعادة تقييم للعلاقة بين روسيا وأرمينيا، وهل يعني ذلك اتجاه كلي ليريفان نحو الغرب؟ الجانب الروسي دائما ما يتعامل مع الدول الاتحاد السوفيتية السابقة على التعامل مع الشعوب وليس مع القادة. فمثلا اليوم حكومة الأرمينية هي حكومة إلى حد هذه اللحظة لم تحقق أي من الوعود التي وعدت بها الشعب الأرمني، وعلى الخصوص باشينيان، ذلك الرجل الذي قام هو بنفسه بتوقيع معاهدة بالتنازل عن الارتساخ. اليوم يلوم روسيا، أين كان هو في عام 2020 عندما وقع بيده وبنفسه على التنازل على الارتساخ، وأيضا على أن لا يكون هناك أي وجود عسكري للجيش الأرميني في تلك المنطقة؟ وبالحقيقة أن الانفصاليين هم من يقاتلون وليس الجيش الأرمني. بالتالي اليوم إلقاء اللوم على الجانب الروسي هذا يعني مستغرب إلى حد كبير، خاصة في ظل توقيع أرمينيا والحكومة الأرمينية على التنازل عن ارتساخ مع أذربيجان وأيضا الجانب الروسي وأيضا بوجود الجانب التركي. ثانيا، اليوم الحكومة الأرمينية رغم كل الوعود لم تقم بأي إصلاحات اقتصادية، إصلاحات سياسية، وحتى إصلاحات فيما يتعلق بالمجالات المختلفة في الناحية التعليمية والناحية التي كان يطالب بها الأرمن. بالتالي هذه الحكومة اليوم تعمل على زعزعة استقرار البلاد بالتوجه إلى دول أخرى، دول غربية، في ظل خضم الصراع الروسي الأوكراني في محاولة تقليدية لبث صراع آخر مع الجانب الروسي يشابه الصراع الأوكراني. ولكن هذا الأمر لم يتحقق فضل وجود أولا أن الجانب الأذربيجاني يربطه مع الجانب الغربي علاقات متوطدة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي الذي دائما ما يموت الجانب الأذربيجاني بأسلحة متطورة. تركيا هي دولة في حلف شمال الأطلسي، بالتالي أيضا لا يمكن لأرمينيا أن تحلم بأن يكون هناك دعم غربي لها كما حظي الجانب الأوكراني. بالتالي هنا وقعت أرمينيا بالفخ الكبير، وهذا ما تحدثت عنه وزارة الخارجية الروسية على أن أرمينيا اليوم حاولت تقليد السيناريو الأوكراني، ولكن دون أن تدرك الموقع والجغرافية الأرمينية وأيضا الدول التي تحاذي أرمينيا وعلى تلك الدول مع الدول الغربية ومع حلف شمال الأطلسي. ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى زعزعة استقرار العلاقات الأرمينية الروسية، وذلك من خلال الزيارات المتعمدة إلى أرمينيا في محاولة أيضا بأن يكون هناك وجود دولي للقادة وأيضا العناصر الأمريكيين في تلك المنطقة الحدودية بين الجانب الأرمني والجانب الأذربيجاني. ولكن هذا الأمر لم يحصل نتيجة وجود يعني غالبية الشعب الأرمني يثق بالحكومة الروسية والتوجهات الروسية، ولم يعد يثق بالتوجهات الحكومة الأرمنية التي لم تستطع تحقيق أي من المطالب الأرمنية سواء على الصعيد الداخلي وحتى على الصعيد الإقليمي، نظرا لوجود أيضا يعني كتلة كبيرة من الأرمن في الداخل الروسي والذين لديهم أيضا يعني أجندة
جدة وتحصينات كبيرة بأن تكون أرمينيا دائما تابعة للجانب الروسي، لأن لا يمكن الوثوق بالجانب الغربي لأنه لم يعمل يوما ما على مساعدة أرمينيا، على عكس روسيا الذي دائما ما على الصعيد المثال في أرتساخ طيلة هذه السنوات المساعدة الروسية كانت دائما وتواصل السكان ذلك الإقليم. اليوم تم يعني مساعدة بواسطة روسيا في إخراج السكان إلى الداخل الأرمني دون أن يكون هناك أي من الأخطاء، وأيضا إطلاق النار على المدنيين العزة. بالتالي استكملت مهام قوات حفظ النظام لديها على أكمل وجه وعلى أكمل يعني إنسانية مطلقة، وأيضا بالمساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات، وهذا ما لم تقم به حكومة للحقيقة حكومة باشنيان. طب هذا عن أرمينيا، ماذا عن كوسوفو وكل الاتهامات ضد روسيا؟ من المستفيد من ذلك؟ إلى حد هذه اللحظة يمكن أن نقول أن حلف شمال الأطلسي هو المستفيد، وأيضا لأن كوسوفو اليوم هذه الأزمة هي من أكبر وأقدم الأزمات في دول البلقان. اليوم الجانب الروسي يعزز الموقف الصربي وموقف الكنيسة الصليبية في تلك المنطقة، وعلى أن بلغراد هي تابعة لصربيا، وأن السكان الصرب نفسهم اليوم هم من يقاتلون قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي ولا يرغبون بوجوده. بالتالي اليوم حلف شمال الأطلسي يريد أن يفرض وجوده في تلك المنطقة، ويفرض أيضا التوجهات السياسية للدول الغربية في تلك المنطقة، على الرغم من أن الشعب الصربي لا يريد تلك القوات ولا يريد أي من التدخلات الغربية في صربيا. اليوم أجرت انتخابات، ولكن حتى الانتخابات التي أجريت في السياسة الصربية لم تعترف بها الدول الغربية. بالتالي اليوم حلف شمال الأطلسي وجوده في صربيا هو فقط تعزيز الإشكاليات وأيضا التطرفات وزعزعة استقرار تلك المنطقة، وهذا ما يؤكد عليه الجانب الروسي بشكل تام وبشكل كامل، وحتى بشكل يعني دوري على وجوب إنهاء القوات حلف شمال الأطلسي في تلك المنطقة، وجود دعم الحكومة الصربية ودعم الموقف السياسي الصربي، ودائما ما تؤكد روسيا على دعمها بشكل كامل لبلغراد أنها تابعة لصربيا. ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى جولة على أبرز موضوعات وقضايا الميادينات بلغاتها المتعددة. نبدأ الجولة من الميادينات باللغة العربية ونقرأ: النزوح السوري في لبنان، ملاحظات ومفارقات، مقال لبثينة علايق، حيث الفريق الذي شيطن اللجوء الفلسطيني في لبنان وقاده إلى الحرب الأهلية يساهم اليوم من خلال أدائه المريب تجاه قضية النزوح السوري في إيصال البلد إلى أزمة وجودية من خلال معاداة الدولة السورية. ونتابع في الموقع العربي ونقرأ: كيف تعيد العوالم الافتراضية كتابة سيكولوجيا الواقع، ميتافيرس نموذجا لعلي شهاب. ومن هم أشهر الشعراء الروس اليوم؟ سؤال يجيب عليه مقال لعماد الدين رائف في صفحة الثقافة في الميادينات باللغة العربية. بالانتقال إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية، نقرأ في مدونة الميادين مقالا للكاتبة اللبنانية سندس الأسعد بعنوان: لماذا سارع النظام البحريني إلى فتح سفارة للكيان المحتل في المنامة؟ ونتابع في الموقع الإنجليزي: كيف تبني نوادي القتال المتعصبة للبيض ميليشيات يمينية متطرفة سرية؟ وبالانتقال إلى صفحة بالصور، وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش، فشلت الحكومة الأمريكية في دفع أو تقديم تسوية للعراقيين الذين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب وغيره. أخبار أمريكا اللاتينية في الميدانات إسبانول، نبدأها من كولومبيا، حيث مجموعة مسلحة تعترض قافلة إنسانية في كولومبيا. ونتابع في الموقع الإسباني: تجارة المخدرات تسيطر شيئا فشيئا على أمريكا اللاتينية. وبالانتقال إلى الأرجنتين، ثقب الأوزون في الغلاف الجوي يصل إلى جنوب الأرجنتين. بالعودة إليك أستاذة لانا، وبالعودة إلى الميادينات باللغة الإنجليزية والمقال حول استخدام مجموعات تفوق العرق الأبيض اللياقة البدنية لبناء جيوش الظل، وهو ما قد بدأ قبل 3 سنوات، أي خطورة لذلك؟
نعم بالتأكيد هناك خطورة، خاصة في ظل وجود التكنولوجيا ومنصات الإنترنت التي تعمل على بث هذه الفكرة في الدول مثلا التي يتواجد بها العرق الأبيض على أنه هو العرق يعني الأفضل، وأن هناك انقراض سيكون بهذا العرق نتيجة الاختلاطات ونتيجة وجود ثقافات جديدة في كل موجة مع المهاجرين وأيضا وجود اللاجئين. بالتالي هذه الفكرة اليوم باتت هي يعني تكسح العالم بأجمعه. على الصعيد المثال حتى في روسيا هناك بعض المنصات التي كانت تتحدث عن هذا الموضوع، ولكن اليوم السلطات الروسية والحكومة الروسية دائما ما تسارع لإنهاء هذا الملف في ظل وجود عدد كبير من المهاجرين في الداخل الروسي الذين يعني هم غالبية آسيوية. بالتالي هذه المنصات اليوم لم تعد تقتصر على الدول الغربية، إنما باتت فعليا في على الصعيد المثال في كوريا الجنوبية أيضا حدث مثل هذا الأمر، وفي الدول ذات العرق الأبيض، ولكن حتى هذا العرق يتفاوت ويتميز. مثلا هناك عرق أبيض آسيوي، هناك عرق أبيض أوروبي، بالتالي الذي يتحدث عن هذه الفكرة والذي أنشأ هذا الفكرة هو لديه يعني طموح أولا بالحفاظ على هذا العرق، ومن ثم لا يكون هناك اختلاط في مع العروق الأخرى، وعلى أن تلك العروق الأخرى هي أقل شأنا من العرق الأبيض الذي يتميز عنهم سواء كان في الثقافة وأيضا بطرق التفكير والمنطقية وغيرها من الأفكار التي كان يتحدث عنها والتي أيضا هي منطقية، ولكن تكمن المخاوف بأن تلك المنصات واضح. الإنترنت هي تكتب وليست يعني مرئية، بمعنى لا يكون هناك أي من الفيديوهات، وتوزع بشكل كامل على الأطفال الذين يقرؤون بعض نعم تلك المقالات، لربما سيشكل إيديولوجية مختلفة عندهم، وهذا هنا خطورة الموضوع في الحقيقة. لانا بيدفان الباحثة في العلاقات الدولية في مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو، كل الشكر لك على كل هذه القراءات القيمة. مشاهدينا بالحبر الجديد لليوم انتهى، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.